تعالوا بقى ندخل على الكوارث والزلازل والبراكين. الكوارث والزلازل والبراكين، ولو اتعصبت شوية استأذنكم تسامحوني، يعني لو اتعصبت شوية استأذنكم تسامحوني. بص يا سيدي، انتهت اليوم المهلة اللي كان الزمالك واخدها من المحكمة الرياضية الدولية بخصوص قضية شيكابالا. شيكابالا طبعا والقضية بتاعت لشبونة، ونادي الزمالك اتغرم مليون و200 ألف دولار، والمحكمة الرياضية الكاس حكمت بالمبلغ ده لصالح نادي لشبونة البرتغالي. والمفروض ان الزمالك كان هيعمل استئناف والكلام ده كله، وفي نفس الوقت الزمالك كان بيدفع، بس كان الزمالك عامل زي استئناف او طعن. الكلام ده كان ايام مجلس المستشار مرتضى منصور، واللي عمل المشكلة دي كان الاستاذ ممدوح عباس، هو اللي عمل المشكلة دي، رجع شيكابالا والقضية بتاعت لشبونة والكلام ده كله. فصاحب مشكلة شيكابالا هو ممدوح عباس. جه المستشار مرتضى منصور لقى القضية ولقى الحكاية ولقى الرواية، قعد المستشار مرتضى منصور يتفاوض مع لشبونة. الكلام ده من اكتر من كذا سنة، قعد المستشار يتفاوض مع لشبونة، والمستشار لقى ان هو قدام امر واحد، يدفع الفلوس بالقسط وفي نفس الوقت يعمل زي استئناف او طعن او حاجة زي كده. فجه المستشار مرتضى منصور في عز ما هو بدأ يدفع اول قسطين ثلاثة، وبعد كده توقف عن السداد. ليه توقف عن السداد؟ توقف عن السداد عشان ممدوح عباس اعلى باللايك يا معلم، اعلى باللايك يا معلم بعد اذنك، عشان الكلام اللي جاي ده مهم. جه الاستاذ ممدوح عباس عمل ايه؟ عمل حجز على نادي الزمالك. يعني ايه حجز على نادي الزمالك؟ يعني حساباتك اللي في البنوك بيتعمل عليها بلوك، زي ما انا بعمل بلوك للناس اللي بتشتم، اتعمل عليها بلوك، لا فلوس تدخل ولا فلوس تطلع. فالزمالك لما اتعمل عليه بلوك مش عارف يحول الفلوس لنادي لشبونة البرتغالي. هيحولهم فين؟ على فودافون كاش؟ هيحول الفلوس على فودافون كاش الزمالك؟ فطبعا التحويل وقف، ودخلنا بقى في الصراعات، ودخلنا في الموال والكلام ده كله، والقصة والحكاية والرواية. في حد بيقول لي ايه؟ كل يوم بسهر معاك وما تردش عليا. يا جماعه احلى تحيه لصبح زيدان، احلى تحيه لصبح زيدان، عشان هو بيقول انا ما بردش عليه، فكلكم كده اكتبوا صبح زيدان اعملوا له قلب جنبها، عشان هو كل يوم بيسهر معايا وانا مش بشوف رسالته، فاستاذنكم نكتب صبح زيدان ونعمل قلب احلى تحيه ليه حبيبي يا صبحي. فالمستشار توقف عن السداد تماما وخلاص مش عارف يدفع. جه الفلوس بدأت تتراكم، والموضوع اتحكم بمليون و200 ألف دولار. مستشار مرتضى مشي، المفروض لجنة لواء عماد عبد العزيز وكابتن حسين لبيب تتابع بقى، وتبعت المحامي الإيطالي اللي مسك قضية كهرباء وكسبناها والنجاز وكسبناها، ابعت بقى نفس المحامي ده يعمل طعن، يقلل المبلغ، يقسط، يعمل حبشتكنات. مفيش حاجة حصلت. والنهاردة كان آخر ميعاد لسداد، أو آخر يوم للمهلة اللي احنا واخدينها عشان نسدد الفلوس، والمهلة انتهت النهاردة. الكلام ده معناه ايه؟ الكلام ده معناه ان الزمالك قصاد عقوبة، يا اما خصم نقاط، يا اما يعني فترتين قيد جداد. يعني لو الزمالك اتوقف فترتين قيد جداد، فاحنا حضرتك يعني هنعجز باللعيبه دي، هنفتح بقى صيف 2023، اللي هو ايه؟ هنفتح صيف 2023. يعني ايه؟ مشو بيقول حسبي الله ونعم الوكيل، مشو يكون اتجوز وخلف، وصبح زيدان يكون راح عمل عمره وحج، وحسين الجندي يكون بقى مذيع في قنوات بين سبورت. ف
هتلاقوا حاجات كتير اتغيرت ولسه الزمالك مقفول القيد والكلام ده كله. والاستاذه انتصار تكون بقت عضوه في الامم المتحده، يعني هتكون الحياه اتغيرت، واحنا لسه القيد موقوف، وعندنا اوباما وعندنا محمود علاء وعندنا مش عارف في الونش وعندنا مين، وهنقعد بقى ايه كل سنه وانتم طيبين ل 2023. فالموضوع صعب، والمستشار ورث تركة ثقيلة، المستشار ورث تركة ثقيلة. طيب ايه بقى الحل عشان نخرج من المصيبة دي؟ واتمنى ان انت تعمل لايك وشير عشان الكلام ده يوصل لمن يهم الامر، عشان الكلام ده يوصل لمن يهم الامر. حلو حلو. الحل حاجتين اتنين، حل من وزارة الشباب والرياضة، وحل من المستشار مرتضى منصور. الحل الاولاني اللي هو من وزارة الشباب والرياضة واعضاء نادي الزمالك الاتنين مع بعض في حل واحد، والحل التاني بتاع المستشار مرتضى منصور، عشان ما نتوقفش فترتين قيد تاني، لان دي مصيبة ان الزمالك يتوقف سنتين ما بيخشش لعيب جديد، توقف سنتين يعني ناس بتتولد وناس بتموت وناس بتحيا وناس بتروح وناس بتيجي، والزمالك لسه ما وقفله قيد، فدي كارثة. والخصم عمال بيجيب في لعيبة وعمال بيجيب في صفقات، هتبص هتلاقي الاهلي ده رجعنا تاني لايه ايام جوزيه لما كان بيكوش على كل لعيبة، وانت بتاخد الفتات، انت بتاخد، لا انت مش هتاخد الفتات خلاص، الاهلي يخش يجيب اي صفقة وهو ماسك السيجار وحاطط السيجار في بقه، والاهلي يخش يجيب اي صفقة كل سنة وانت قاعد عامل كده بتتفرج عليه و ما باليد حيلة. الطلب الاولاني اللي انا هطلبه من وزير الشباب والرياضة انه بعد اذنك يا سيادة الوزير سيب مرتضى منصور ما تضغطش عليه، ومش هفسر ولا هوضح، سيب المستشار مرتضى منصور يا سيادة الوزير يا زملكاوي ياللي بنحترمك، سيب المستشار مرتضى منصور ما تضغطش عليه، ما تقعدش تقول اللايحة الأساسية واللايحة الاسترشادية، همشي اللايحة الاسترشادية اللي عاملاها اللجنة الأولمبية، لجنة التسوية والتحكيم اللي هي حكمت بيها، هنمشيها، ومش هنمشي اللايحة الأساسية اللي حكمت بيها محكمة القضاء الإداري اللي هي أعلى من التسوية والتحكيم، لأن التسوية والتحكيم ما حكمت بشيكابالا يا سيادة الوزير، إنما شيكابالا مش هيلعب. ردوا عليا، الموضوع مريب. لجنة التسوية والتحكيم تحكم في لائحة نادي الزمالك، القرار يمشي صاروخ، انما تتحكم بشيكابالا القرار ما يمشيش. احنا في كفر البطيخ، ان محكمة بتطلع قرارين، قرار حلو هات ده، وقرار وحش لا امشي. احنا بنعمل كده. فخلاص يا سيادة الوزير سيب المستشار تضغطش عليه، ما تدس عليه، بالراحة عليه شوية، ارحمه وارحم جماهير الزمالك، كفاية حضرتك سنة دمرتنا وسوتنا على الجنبين، والكوارث والبلاوي اللي بتحصل لنا دي بسبب حضرتك اللجان اللي جت، حسين فيصل ومحمد صبحي ومصطفى محمد وفرجاني ساسي ومش عارف مين، ويعني غلق باب القيد المصيبة يا سيادة الوزير، ده كله حضرتك، انا مش عايز اتكلم احتراما وحبا وتقديرا لمعاليك، ولكن حضرتك السبب في كل اللي احنا بنمر بيه ده، انا مش عايز اتكلم عشان محدش يقول انت بتسخن جماهير الزمالك، انت بتعمل جماهير، انا لا بسخن ولا بعمل، بس انا بقول ان حضرتك السبب الرئيسي في كل ما يمر بيه نادي الزمالك. السنة دي لو كان فضل مرتضى منصور موجود وعلى كرسي الحكم في نادي الزمالك، ما كناش شفنا غلق باب القيد وحسين فيصل ومحمد صبحي ومش عارف وايه فسيب المستشار مرتضى منصور عشان نقدر نحل المشكله دي. الحاجه الثانيه، اتمنى من اعضاء نادي الزمالك انهم يبداوا خلاص بقى، جه دوركم، لازم المستشار مرتضى منصور ينجح في الانتخابات اللي جايه، الموضوع ما فيهوش كلام، الموضوع ما فيهوش تفكير،
وجايين للقوائم دلوقتي، لازم المستشار مرتضى منصور ينجح في انتخابات نادي الزمالك بأي شكل، مصير نادي الزمالك في ايديكم، وانا عامل فيديو على الموضوع ده وهنشره لكم في المنتدى كل فترة، مصير نادي الزمالك في ايد اعضاء الجمعية العمومية. الحاجة الثالثة اللي سيادة المستشار، اعتقد ان احنا دلوقتي 4 مليون دولار يعملوا كام يا رجالة؟ 4 مليون دولار في 15 و7 من 10 او 6 من 10 سعر الدولار، يعني حوالي 70 مليون جنيه صح؟ 4 مليون دولار مصطفى محمد لما يتباع اعتقد 70 مليون جنيه اعتقد، يعني مش عارف صح ولا غلط، مش عارف صح. مختار هو مرتضى هو اللي خرب الزمالك. والله دم خفيف، انا مش عارف اسمك ايه بس هو الفيفا وهو اي كلام وهو اي شاي بالنعناع وهو هو كل حاجه، مرتضى هو كل حاجه. فاعتقد 4 مليون دولار بالمصري هم عاملين حوالي مليون جنيه. فاتمنى من المستشار مرتضى منصور ان هو يعمل قرض من احدى البنوك الكبيره في مصر وبضمان نادي الزمالك، بضمان نادي الزمالك. طب انا في دماغي ايه؟ واستاذنكم تقولوا لي انا صح ولا غلط، لان احنا بندردش مع بعض وبنفكر مع بعض. الندينة فلوس مصطفى محمد جايه لنا في 1/7 اللي جاي، وجلطة سراي هيفعل شراء مصطفى محمد، هيفعل شراء بند الشراء في عقد مصطفى محمد، اعتقد يعني هيبقوا من يعني حاجة و60 او 70 مليون يعني. فأتمنى من المستشار مرتضى منصور إنه خلاص مصطفى محمد هيتباع، وفي 4 مليون دولار دول جايين لوكشة واحدة، مش قسط، لوكشة واحدة جايين في 1/7 اللي جاي بتوع مصطفى محمد. فلو أنا من المستشار مرتضى منصور هعمل قرض من إحدى البنوك الكبيرة اللي هي البنوك الحكومية الكبيرة في مصر بضمان نادي الزمالك، وهعمل القرض ده مثلا سي ب 60 مليون جنيه، ب 60 مليون جنيه، واعمله اليومين دول، اسدد غرامات شيكابالا وغرامات محمد ابراهيم وجروس وباتشيكو ومش عارف مين وايه وفلان وعلان، واخلص كل قضايا الفيفا دي. بكام هتخلصهم؟ بكام يعني؟ يعني شيكابالا مليون دولار، محمد ابراهيم مليون يورو، ادي اتنين حلو، وشوية جروس على مش عارف باتشيكو على الكلام ده قول مليون تالت دولار، هيتفضل لك حوالي مليون دولار. يعني بقى يعني اتنين تلاتة لعيبة ياخدوا مقدمات عقودهم ويجددوا التعاقد بتاعهم، ونبقى كده خلصنا المشاكل بتاعت الفيفا مرة واحدة، ونقفل باب الفيفا ده نهائي، ونجدد مثلا الفلوس اللي هيتبقى مثلا حوالي 10 مليون جنيه مثلا، دول خليهم لبن شرقي لو عاوز يجدد او طارق حامد، وجدد للعيب مهم، وتبقى انت كده عملت القرض، خلصت مشاكلك كلها مره واحده دفعه واحده، وجددت اللاعب او اتنين عندك، والقرض ده هيبقى لمده 6 شهور، اول ما تيجي فلوس مصطفى محمد من وهي في الطياره كده جايه تروح واخدها، هي طبعا الفلوس بتتحول في حساب لحسن حد يقول لي طياره ايه وانا بهزر معاكم يعني، فالفلوس وهي جايه في الطياره كده تروح موديها على البنك اللي انت خدت منه القرض، وتقفل القرض وتسده بشكل نهائي، وتبقى انت كده استغليت فلوس مصطفى محمد انك سددت غرامات الفيفا، وهيتبقى شويه حاجات بسيطه تجدد للاعب او لاتنين والكلام ده كله. دي فكري لو انا رئيس نادي الزمالك، اعمل قرض واعمل كده. قولوا لي واعملوا استفتاء دلوقتي على الهوا، عاوز البث ده يولع، عاوز اشوف ال 621 راجل ومحترم دول عاملين 621 شير، في واحد خاين خرج يبقى خلوها 620، عايز 620 شير دلوقتي، وعاوز 620 لايك، في واحد برضو خاين خرج بقى 619، يبقى كده اتنين خونة. حلو حلو. فاعتقد ان ده افضل قرار، نعمل قرض
نشوف كل الفلوس اللي في الفيفا، المحامي الايطالي ده، تعالى يا اسمه سيلفاتوري، تعالى يا سيلفاتوري، تيك تيك تيك، خد الفلوس، خلص لي كل الكلام ده كله، وتعالى خد الحلاوه بتاعتك، اشوف وشك بخير، نظف نفسك. وبعد 6 شهور في 1/7 اللي جاي، فلوس مصطفى محمد، سد الكارد، يبقى لعيب واحد زي مصطفى محمد، خلص لك كل وجع الدماغ وكل الهري، ويطلع شوبير الزمالك، ويطلع محمد فاروق الزمالك، ويطلع مش عارف يا مع الشبانه الزمالك والقيد، وست ريح نفسك. وانا دايما بحب دايما في حياتي ضربه بشاكوش او بمرزبه، ولا 10 بشاكوش، اطمو احسن من نحته. احب انا على طول اخلص، مش هقعد بقى اهري في المهري ونطلع كل يوم ومش عارف ايه والكلام ده كله. الفكره دي مسؤوليتكم انتم، تعملوا لايك، تبعتوها على جروبات الفيسبوك، تبعتوها على جروبات الواتساب، تبعتها تروح كده عند نادي الزمالك تقول لهم انا عايز اقابل المستشار، خد الفكره دي، ابعت الفكره دي، انت زملكاوي ومسؤول عن الفيديو ده ومسؤول عن الدقيقتين دول، انت كزملكاوي ابعت الفيديو ده لاي حد، لازم الفكره توصل للمستشار مرتضى منصور. وانا عارف والله العظيم ما كلام، انا بحلف بالله العظيم، المستشار بيتفرج علينا وبيتابعنا، المستشار بيتفرج علينا ويتابعنا، واولاده بيتفرجوا علينا وبيتابعوه، ودي معلومه، بس انا مش هقول مين اللي قالها لي. فدي مسؤوليتك انك تشير الفيديو ده، ولازم نخلص، لازم نخلص الموضوع ده بعقد مصطفى محمد قبل ما القيد يتوقف، ونلبس اوباما، هنلبس اوباما سنتين تاني، انت يرضيك؟ انا عايزين نجيب لاعب مكان اوباما، يرضيك نلبس اوباما سنتين تاني؟ يرضيك؟ طيب ما يرضكش، اعمل شير، اعمل لايك، اعمل سبسكرايب، اعمل شاي بالنعناع، اعمل اي حاجه. موضوع مهم جدا جدا، وده الحل الوحيد لمشاكل نادي الزمالك. تمام يا رجالة؟ قولوا لي انا تمام ولا حد شايف ان انا بتكلم غلط، او في مصدر تاني نجيب منه فلوس. انا هشرب لغاية ما اسمع رأي حضراتكم، هشرب لغاية ما اسمع رأي حضراتكم. لا يا استاذ سعد، البنوك توافق، لسه كابتن حسين لبيب كان عمل قرض من بنك مصر اعتقد واتسدد. لا البنوك توافق، ده قرض هيتعمل باوراق رسميه وبضمان نادي الزمالك. تتكلم يا استاذ سعد، اكبر هيئه رياضيه موجوده في مصر، ازاي ما يتوافق لهاش على قرض ب 60 مليون جنيه؟ الكابتن حسين كان عامل قرض ب 100 مليون جنيه وتوافق عليه، والمستشار علاقته قويه بالاستاذ محمد الاتربي رئيس بنك مصر. ليه ما نعملش مع البنك المصري او البنك الاهلي او بنك القاهره او البنوك الثقيله الكبيره اللي موجوده في مصر؟ اهو شيكو بيقول لك انا مش عايز اوباما، خلاص يا شيكو يبقى اعمل شير عشان نفتح، هنتوقف من القيد تاني ونلبس اوباما تاني، مش كفايه اللي احنا لابسينه؟ طيب تعالى بقى والنبي، بقول لك ايه، شربني ميه والنبي. اتفضل يا محمد، اتفضل اتفضل اشرب. اقول لك ايه بس، طيب تعالوا بينا ندخل على موضوع تاني، تعالوا بينا ندخل على موضوع تاني. اعملوا شير للمستشار، اه والله اعملوا شير على صفحته، يعني خدوا اللينك حطوه على صفحه المستشار على الفيسبوك، دي فكره. ال 572 واحد اللي معايا دلوقتي المحترمين، يعني خد الفيديو، خد اللينك بتاعه وحطه على صفحة المستشار جوه كومنت، حطه، اعمل اي حاجة، بس الفكرة دي توصل. كارد 60 مليون جنيه بكرة الصبح من اي بنك، سدد لما فلوس مصطفى محمد تيجي، اقفل الكارد، شكرا، مش عايزين نشوف المهزلة دي تاني. بس تعالوا بقى بينا ندخل على موضوع تاني مهم جدا جدا جدا، هو ايه؟ وهو ممدوح اجوجو. ممدوح اجوجو بيحارب مرتضى منصور، ومش عاوز مرتضى منصور يدخل الانتخابات، وعمال يكلم في طوب الارض
عشان ما يدخلش الانتخابات، وعمال بيكلم في ناس عشان تعمل قوائم ويدخلوا الانتخابات قدام مرتضى منصور. فالأستاذ ممدوح أجوجو ما زال بيحاول ان هو يعرقل دخول مستشار مرتضى منصور انتخابات نادي الزمالك. في ناس اتكلمت على القوائم بتاعت انتخابات نادي الزمالك، وفي ناس اتكلمت مع ان الكلام ده كله غلط، ومفيش بني آدم واحد عارف مين اللي داخل انتخابات نادي الزمالك قصاد مرتضى منصور. قصاد مرتضى منصور. انما طلعت اخبار هي ليست حقيقية بالمرة، وانا بأكد لك الكلام ده، ان في 4 قوائم هتدخل قصاد المستشار، او هم كلهم 4 قوائم بالمستشار، يعني المستشار مرتضى قايمة مع الاستاذ احمد جلال ابراهيم، مستشار احمد جلال ابراهيم ومدحت العدل واحمد مرتضى واحمد عادل عبد الفتاح وحمادة انور، دي قايمة. والقائمة التانية هتكون برئاسة أحمد سليمان، هيكون معاه كابتن فاروق جعفر وهشام يكن وأيمن يونس. أنا بقول لكم على الإشاعات. والقائمة التالتة المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة السابق، صاحب أشهر تصريح عشان الناس تنام مبسوطة. والأستاذ خالد عبد العزيز طبعا بيقوله هيكون معاه عمرو الجنايني والأستاذ محمد الإتربي. والقائمة الرابعة اللي هي بتاعت الكابتن حسين لبيب، وهيكون معاه عمرو ادهم وحسام المندوه وهاني العتال والقصة دي كلها. اللي انا عاوز اقوله لك ان كل الكلام ده كله غلط. في جبهة قدام مرتضى منصور، في جبهة قدام مرتضى منصور، جبهة بقيادة الاستاذ ممدوح عباس والاستاذ هاني العتال والاستاذ عمرو الجنايني، وطبعا هتلاقوا بقى عمرو ادهم وطارق جبريل والناس دي في النص، هتلاقوا الكابتن احمد سليمان داخل معاهم في النص. فهي جبهة قدام المستشار مرتضى منصور. الجبهة دي لو بتحب نادي الزمالك وخايفة على نادي الزمالك تسيب المستشار مرتضى منصور يدخل الانتخابات لوحده زي الكابتن محمود الخطيب ما نجح بالتزكية. يعني كابتن خطيب دخل قدامه واحد كده استاذ مش عارف اسمه ايه، ما كانش مشهور قوي، فيعتبر بالتزكية. يعني لو هم بيحبوا نادي الزمالك يخلوا الخلافات على جنب. الظاهر ان حد بيجيب في سيرتي، المستشار بيجيب في سيرتي، بيقول فكرة محمد لازم اعملها. لو الناس دي بيحبوا نادي الزمالك بجد يخلوا الخلافات ينحوها جانبا على جنب كده، ويسيب المستشار يدخل عشان الزمالك في موقف صعب. قضايا الفيفا وعشر لعيبة عاوزين يجددوا في توقيت واحد، والقيد مقفول، وانت داخل في اكتر من بطولة. فلو الناس دي بيحبوا نادي الزمالك يخلوا الصراعات على جنب دلوقتي، ويطلعوا بيان ندعم نادي الزمالك في صورة مرتضى منصور وهو الاصلح لقيادة الزمالك حاليا. لو الناس دي ما بتحبش نادي الزمالك وهو المتوقع وهو اللي هيحصل، هيبدأوا بقى يعملوا جبهات وقوائم وايه وسلطة من هنا وسلطة من هنا عشان خاطر يقفوا قدام مرتضى منصور وياخدوا نادي الزمالك. اي حد هياخد نادي الزمالك عاوز اقول له نصيحة، انت مش داخل الجنة، اقسم بالله العظيم. لو اي حد غير مرتضى منصور انا بوجه له النصيحة دي، اوعى تدخل انتخابات نادي الزمالك. نادي الزمالك هو بيت التعبين، نادي الزمالك هو جحر، هو حاجة مش زي ما انت فاكرها. نادي الزمالك فيه مواويل، نادي الزمالك هتمسك السلك عريان، نادي الزمالك هتمسك السلك عريان. مفيش رفاهية، في قواضي فيفا ولاعيبة عايزين يجددوا ولاعيبة هيمشوا وبن شرقي ومش في مواويل حضرتك. فلو دخلت نادي الزمالك اعرف ان انت داخل عش الدبابير، اعرف ان انت داخل عش الدبابير. يعني انا اعتقد ان انتوا ما بتحبوش نادي الزمالك وما بتخافوش على نادي الزمالك، ويهمكم مصلحتكم الرئيسية
وما يهمكمش نادي الزمالك ولا الوضع المزري اللي في نادي الزمالك. نادي الزمالك يا أيها المرشحون أو المرشحين، نادي الزمالك حاليا النهاردة انتهت المدة بتاعت غرامة شيكابالا، وحضرتك هتصحى الصبح في يوم هتتفاجئ ان احنا لابسين فترة كد جداد تاني لغاية 2023. يا ايها الزملكاوي يلي عاوز تخش قدام مرتضى وتكسر فيه وتكسر، تفتت اصوات وتعمل وتسوي، هنصبح الصبح على خصم 6 نقاط، واحنا اوريدي ما بينهم ما بين الاهلي 5 بونت. فتخيل بقى 6 نقاط هيبقى ما بينك وما بين الاهلي 11 بونت، ولا تنزل درجة تانية، ولا تنزل درجة تانية. فأتمنى من كل الناس اللي هم عبده مشتاق بيحب الانتخابات وعاوز يكسر في مرتضى منصور، انت بتكسر في نادي الزمالك، وانا ان شاء الله بإذن الله لو يعني ما حصل ليش حاجة ولو يعني لي عمر هفكركم، والانتخابات شغالة هكون موجود معاكم في الانتخابات بس مباشر ولايف واخبار، ولينا ناس جوه النادي اقدر اجيب لك المعلومه وقت حدوثها والمعلومه الصحيحه والسليمه. ولكن انا هفكركم ان الناس دي هتدخل الانتخابات وهيعملوا جبهه ضد مرتضى منصور، والناس دي ما بتحبش نادي الزمالك. اي حد ينزل قصاد مرتضى منصور هو ما بيحبش نادي الزمالك. ليه؟ لاني انا في عربيه مع 5 افراد واحنا بنكره بعض، بس احنا في مكان صعب ولازم اللي يسوق العربية يكون افضل واحد بيسوق فينا، فالموضوع ما فيهوش خلافات، افضل واحد يسوق ولما نبقى نوصل مكان امن نقعد بقى ونشوف الخلافات. انما الزمالك دلوقتي هو العربية اللي عاوز حد يسوقها يكون متمكن، مفيش الا مرتضى منصور. لا احمد سليمان هيعرف يتصرف، ولا خالد عبد العزيز هيعرف يتصرف، ولا حسين لبيب اللي لسه خاربها هيعرف يتصرف، ولا العتال هيعرف يتصرف، ولا عمرو الجنايني اللي كان بيذلنا ايام ما كان رئيس اتحاد كوره. الناس دي شكرا على جنب، سيبوا اللي بيعرف يسوق يسوق، سيبوا اللي بيعرف يسوق يسوق. انما القوائم دي كلها قوائم كاذبه، قوائم كاذبه لسه ما تمش الاعلان، ولسه هم ذات نفسيهم بيتداولوا، ده عمال يخرج من ده يقعد مع ده، وده يتفق مع ده يغير اتفاقه ويخش قايمه ده، فما يعجبوش مش عارف ايه في القايمه فيخرج ويدخل قايمه ده، فلسه الامور متشابكه. اتمنى وانا بتكلم بصراحه حتى لو على النادي الاهلي، اتمنى نتعلم من النادي الاهلي، اتمنى نتعلم من القيادات اللي موجوده في الاهلي، اتمنى نتعلم من اعضاء الجمعيه العموميه في النادي الاهلي. الناس اللي هم الاهلاويه اللي مرضوش يدخلوا قدام محمود الخطيب هم ناس محترمه، الاستاذ محمود طاهر محترم، الكابتن طاهر ابو زيد محترم، الكابتن مصطفى يونس محترم، الكابتن مصطفى عبده محترم، كل الناس دي محترمة. ثابت الكابتن الخطيب قالوا هو الأقدر في هذه المرحلة وقيادة السفينة الحمراء هو الأقدر، نسيبه. نتعلم من النادي الأهلي، من حكمة النادي الأهلي، من جمال النادي الأهلي، من النادي الأهلي. انت اللي بتقول كده؟ ايوة، لان دي الحقيقة. نتعلم من الجمعية العمومية بتاعت النادي الأهلي، الجمعية العمومية المحترمة، الجمعية العمومية اللي بتضرب المثل، الجمعية العمومية اللي لازم الجمعية العمومية بتاعت الزمالك تتعلم منها. ليه تتعلم منها؟ عشان اختاروا ان هم يعملوا ايه؟ يختاروا قائمة واحدة. لازم نتعلم من جمعية عمومية النادي، اختاروا قائمة الخطيب كلها، ما جابوش حد من بره، حتى خالد الدرندالي اللي كان، لا ما دام مش في القايمه مش هنختار، ما دام مش في القايمه مش هنختار. اتمنى نتعلم من النادي الاهلي والجمعيه العموميه بتاعت النادي الاهلي والكبار بتوع النادي الاهلي، ضربوا المثل وانا بحترمهم، بضرب لهم تعظيم سلام على الهوا، اعضاء الجمعيه العموميه والكبار بتوع الاهلي اللي سابوا محمود الخطيب والقايمه بتاعته يسوقوا. اتمنى في الزمالك يحصل كده، اتمنى في الزمالك يحصل كده. اللهم بلغ، اللهم فشل.
وهنتكلم الفترة اللي جاية عن أمور كتيرة تخص الموضوع ده، ولكن يا حلاوة لازم تشترك في القناة، أمال هنتفرج على بعض إزاي؟